إيمانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نبيو ونم بسمو نبيو شايني عمي باشو يسي سوز بيا خريستوس نوكتتي قوم نبيو ونم بسمو نبيو شايني عمي ونم بيعماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نم بيو ونم بسمو نم بيعماي شايني امين باشو يسي سوز بيا خريستوس نوكتتي قوم نم بيو ونم بسمو نم بيعماي شايني امين نوكتتي قوم نم بيو ونم بسمو نم بيعماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نبيو نبسمو نبيا مايش غيني أمين باشو يسيس روز بخريستوس سوكتاتي قوم نبيو نبسمون بيا ماي شايني امين فوق قوم نبيو ونبسمون بيا ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو فوق قوم نبيو ونبسمون بيا ماي شايني امين باشو يسيس واز بيا خريستوس فوق قوم نبيو ونبسمون بيا ماي شايني امين تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين بشويسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين سوك تاتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نبيو ونبسمو نبيا ماي شايني امين باشو يسي سوز بيا خريستوس نوكتتي قوم نبيو ونبسمو نبيا ماي شايني امين نوكتتي قوم نبيو ونبسمو نبيا ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نبيو ونبسمو نبيا ماي شايني امين باشو يسيس بخريستوس سوكتتي قوم نبيو نبسمو نبيا ماي شايني امين سوكتتي قوم نبيو نبسمو نبيا ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو نوكتتي قوم نبيو نبسمو نبيا ماي شايني امين باشو يسي سوز بيا خريستوس نوكتتي قوم نبيو نبسمو نبيا ماي شايني امين نوكتتي والبركة والعزة
إلى الأبد آمين. عمانو إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. يا ربي يسوع المسيح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. من ترتيل مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. خلاصي ومجدي هما بإلهي إله معونتي ورجائي هو بالله، لأنه بإلهي ومخلصي ناصري فلا تزعزع أبدا. هللويا. اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من بشارة القديس ماري لوقا الإنجيل البشير بركاته على جميعنا أمين. فقال له واحد: يا رب قليل هم الذين يخلصون. أما هو فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا فلا يستطيعون من بعد أن يقوم رب البيت ليغلق الباب، فتبتدؤون بأن تقفوا خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. فيجيبكم قائلا: إني لست أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون أن تقولوا: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم من أين أنتم، اذهبوا عني يا جميع فاعل الإثم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذ رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم تطردون خارجا، وسيأتون من المشارق والمغارب والشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. هوذا آخرون يكونون أولين، وأولين يكونون آخرين. والمجد لله دائما. الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء من البسخة المقدسة. النبوات من ملاخ النبي. وحي كلام الرب لإسرائيل على يد ملاكه: ضعوا في قلوبكم إني أحببتكم يقول الرب، وقلت بما أحببتنا، أليس عيسو أخا يعقوب يقول الرب، وقد أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، وجعلت حدوده للفساد ونصيب ميراثه كفرا. وإن قال الآدميون إننا قد انهدمنا فلنرجع ونبني خرابها، هذا ما يقوله الرب الضابط الكل.
هم يبنون وأنا أهدم. وادعوها تخوما الاسم والشعب الذي قاومه الرب إلى الأبد. فتصبر عيونكم وتقولون لقد تعظم الرب فوق تخوم إسرائيل. الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده. فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين مهابتي؟ قال الرب الضابط الكل. وأنتم أيها الكهنة المحتقرون اسمي وقلتم بما احتقرنا اسمك لأنكم قربتم على مذبحي خبزا نجسا وقلتم بما نجسناه بقولكم أن مائدة الرب حقيرة وحقيرة هي الأطعمة الموضوعة عليها إذ قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا وإذ قربتم الأعرج أو السقيمة أفليس ذلك شرا قربه لرئيسك أفيقبله منك أو يقبل وجهك يقول الرب الضابط الكل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى أبد الأبد وإلى أبد الأبدين أمين. تسبحة الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا. كليا لا يصون ثوق تتيكم نبيعون بسمون نبيعون شاين يامين من وإن بنوتي بنورون ثوق تتيكم نبيعون بسمون نبيعون شاين يامين بشوي سيسوس بيخريستوس ثوق تتيكم نبيعون بسمون نبيعون شاين يامين ثوق تتيكم نبيون بسمون نبيا ماي شاين يامين منو البنوتي بنوروس سكتتي قوم نبيون بسمون نبيا ماي شاين يامين بشويسي سوز بخريستوس سكتتي قوم نبيو بسمون بيا ماي شاين يا مين وقتتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منويل بنوتي بنورو وقتتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين بشويسي سوز بخريستوس وقتتي قوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منو البنوتي بنوروس سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين بشويسي سوز بخريستوس سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منو بنوتي بنورو فوق تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين بشويسي سوز بخريستوس فوق تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منويل بنوتي بنورو سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين اينم بشويسي سوز بخريستوس سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منويل بنوتي بنورو توك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين بشويسي سوز بخريستوس سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين سوك تتيقوم نبيون بسمون بيا ماي شاين يا مين منو البنوتي بنورو
سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين بشو ايسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين بشو شويسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين بشويسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين سوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين امانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني امين بشويسي سوز بخريستوس توك تاتي قوم نمبي او نمبسمو نمبي او ماي شايني لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين من مزامير أبينا داود النبي بركات على جميعنا امين انظر واستجب لي يا ربي والي انر عيني لئلا انام في الموت اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك الليلويا اللهم ترف علينا واجعلنا مستعقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة القديس لوقا البشير بركاته على جميعنا امين في ذلك اليوم جاء قوم من الفريسيين وقالوا له اخرج واذهب من هاهنا
فإن هيرودس يريد قتلك. فقال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلبي ها أنا أخرج الشياطين وأتمم الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، ولكن ينبغيني أن أقيم اليوم وغدا وفي اليوم التالي يذهبوا، لأنه لا يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخي تحت جناحيه فلم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وإن يقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب والمجد لله دائما. الساعة السادسة من ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة. النبوات من سفر هوشع النبي. وأما أنت يا إسرائيل فلا تكن جاهلا، ويا يهوذا لا تدخل الزلجال، ولا تذهب إلى الظلم، ولا تحلف بالرب الحي، لأنه قد جمح إسرائيل كعجلة جامحة، فالآن يرعاهم الرب كحمل في موضع رحب. إفرايم وثق بالأصنام، قد عثروا وسقطوا، وأطاعوا الكنعانيين وزنوا زنا حتى النهاية، وأحب الرؤساء بالتعاظم، وأتت هبوب ريح في جناحيها وسيغزون في مذابحهم. اسمعوا هذا أيها الكهنة، وانصتوا يا بيت إسرائيل، واصغوا يا بيت الملك، لأن الحكم موضوع أمامكم، إذ قد صرتم فخا للمحرس وكالشبكة المنصوبة على تل مرتفع، تلك التي ينصبها الصيادون للصيد، وأنا يا مؤدبكم. أنا عرفت إفرايم ولم يخف عني إسرائيل، لأنه الآن قد زنى إفرايم وتنجس إسرائيل، ولم يوجهوا أفكار قلوبهم ليرجعوا إلى إلههم، لأن الروح الزنا فيهم والرب لم يعرفوه. وسيغطى إسرائيل وجهه بذراعيه من الخزي، فيتعثر إسرائيل وإفرايم بالظلم، ويتعثر يهوذا أيضا معهم، ويذهبون بغنم وثيران ليطلبوا الرب فلا يجدونه، لأنه قد تنحى عنهم. بما إنهم قد انصرفوا عن الرب وصار لهم بنون غرباء، فالآن يأكلهم السوس مع ميراثهم. مجد للثلث القدوس إلهنا إلى أبد الآبدين آمين. تسبيحة الساعة السادسة من ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. كريليسون سوك تاتي قوم نبيون باسمو نبي أمك شاين أمين منو البنو تيبن أوروس سوك تاتي قوم نبيون باسمو نبي أمك شاين أمين بشو إسيسوس بيخريستوس سوك تاتي قوم نبيون باسمو نبي أمك شاين أمين سوك تاتي قوم نبيو نبسمو نبيو ماي شاين امين امانويل بنوتي بنورو توك تتي قوم نبيو نبسمو نبيو ماي
شاینی امین و شوی سی ساز به خرستان سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین و شوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین و شوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین بشوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین و شوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بن اورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین بشوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین و شوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین بشوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین منویل بنوتی بنورو سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین بشوی سی ساز به خرستوس سوکت تیگم نم بی او نم بسمو نم بی آمای شاینی امین سوکت تیگم نم بی او نم بسمو Smile and be my
عيني. آمين. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين. عمانوئيل إلهنا وملكنا، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين. يا ربي يسوع المسيح، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، ملجأ إلهي فاتكلوا عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. هللويا. ليترافع الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتتان، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوا. والمجد لله دائما. الساعة 9 من ليلة الثلاثاء. النبوات من هوشع النبي. ازرعوا لأنفسكم برا، اجنوا ثمرة الحياة، استنيروا بنور المعرفة، واطلبوا الرب حتى يأتيكم ثمر البر. لماذا سكتتم على النفاق وحصدتم الظلمة وأكلتم ثمرة الكذب؟ لأنك توكلت على مركباتك وكثرة قوتك. يقوم هلاك في شعبك وتخرب جميع حصونك، كخروج بيت يربعام من أراخنة سليمان يوم الحرب، إذ حطمت الأمهات مع البنين.
هكذا أصنع بكم يا بيت إسرائيل أمامكم من قدام وجهي، لأن ظلمكم وشروركم طرحت ملك إسرائيل خارجا، لأن إسرائيل صغير وأنا أحببته ودعوت ابنه من مصر، فكما دعوتهم هكذا ذهبوا عن وجهي، فذبحوا للبعليم وبخروا للمنحوتات مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين. تسبحة الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. كريا لايسون ثوك تاتي قوم نمبي أؤون بسمو نمبي أما شاين يامين منو البن نطي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤون بسمو نمبي أما شاين يامين بشو يسيسوس بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤون بسمو نمبي أما شاين يامين تيغوم نمبيو نمبسمو نمبيو مايشاين يامين إمانويل بنوتي بنورو سوك تيغوم نمبيو نمبسمو نمبيو مايشاين يامين بشويسي سوز بيا خريستوس سوك تيغوم نمبيو نمبسمو نمبيو مايشاين يامين سوك تيغوم نمبيو نمبسمو نمبيو مايشاين يامين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشوي سيسوس بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنهوروس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشويسيسوس بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشويسيسوس بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين أشويسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشويسي سوز بخريستوس سوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشويسي سوز بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين آمين إمانويل بنوتي بنورو ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين بشويسي سوز بخريستوس ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين ثوك تاتي قوم نمبي أؤونم بسمو نمبي أماي شاين يامين إمانويل بنوتي بنورو
سوك تأتي قوم نبي أونم بسمو نبي أماي شاين يا من بجويسي سوز بي خريستوس سوك تأتي قوم نبي أونم بسمو نبي أماي شاين يا من سوك تأتي قوم نبي أونم بسمو نبي أماي شاين آمين إمانوئيل بنوتي بلورو ثوك تأتي قوم نمبي أو نمبي اسمو نمبي آماي شاين آمين بشويسي سوس بخريستوس ثوك تأتي قوم نمبي أو نمبي اسمو نمبي آماي شاين والبركة والعزة إلى الأبد آمين عمانو إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. الرب يبطل مؤامرات الأمم ويرزل أفكار الشعوب ويرذل مؤامرة الرؤساء، أما مشورة الرب فتكون إلى الأبد أفكار قلبه من جيل إلى جيل. هللويا. ليتراءف الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده فدخل واتكأ، وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجبا أنه لم يغتسل أولا قبل الغذاء. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثان. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟
بل أعطوا ما عندكم صدقتان فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسزاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا فقال وويل لكم أنتم أيها الناموسيون لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم قتلوهم إذن تشهدون وترضون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرقوا منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم والمجد لله دائما الساعة الحادية عشر من ليلة الثلاثاء النبوات من عاموس النبي اطلبوا الرب فتحيوا لئلا يتقد بيت يوسف كنار فيحترق وليس من يطفئ من بيت إسرائيل الرب يصنع حكما في العلا ويجعل العدل على الأرض هو الذي خلق كل الأشياء وينقلها الذي يحول الظل صباحا ويعتم النهار بالليل الذي يدعو مياه البحر فيفيضها على وجه الأرض كلها الرب الإله الضابط الكل هو اسمه المنزل الانحطام على القوة ويأتي بالدمار على الموضع الحصين لقد أبغض الموبخ في الأبواب ونجس الكلام الطاهر من أجل ذلك هذا ما يقوله الرب بما أنكم ضربتم المساكين على رؤوسهم وأخذتم منهم هدايا فاخرة شيدتم بيوتا حسنة ولا تسكنون فيها وغرستم كروما مختارة ولا تشربون من خمرها فإني عالم بنفاقكم الكثير وخطاياكم المتجددة تدوسون البار وتأخذون الرشوة وتصدون البائسين من الأبواب لذلك يسكت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء فاطلبوا الخير للشر لتحيوا مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد آمين
تسبحة الساعة 11 من ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا.
إني آمين إمانو البنوتي بنورو صوتتي قو نمبي أو نمبي اسمو لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض سرتنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. المستوضع Yeah.
كتاكسيوثينيماس تيس أكرواسيوس تواجيو إفانجيليو كيريون كيتون ثيونيمون إكتف سومين ثوفيا أرثياكو سومين تواجيو إفانجيلي Evangelion صعدت القبائل الرب شهادة لإسرائيل يعرفون الاسم الرب هللويا. اللهم ارحمنا وترأف علينا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فاصطن شريف من الإنجيل قديس مرقس بركاته على جميعنا أمين. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الأب إلا الأب. انظروا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الزمان. كمثل إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان كل واحد في عمله وأوصى البواب بالسهر. فاسهروا إذن إنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أفي المساء أم في نصف الليل أم عند صياح الديك أم في الصباح، لألا يأتي فجأة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا. وكان الفصح والفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكون بمكر ليقتلوه، ولكنهم قالوا لا نفعل هذا في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. والمجد لله دائما باسم Ah
وجدت لنا ثلاث دقايق للتأمل في القرايات اللي سمعناها، حاجات كتير، ولكن بقترح القراءة من هوشع النبي في الساعة 9: ازرعوا لأنفسكم برا، اجنوا ثمرة الحياة، استنيروا بنور المعرفة، واطلبوا الرب. بماذا نغذي عقولنا؟ بأي معرفة؟ وبماذا نغذي قلوبنا؟ بأي معرفة؟ ومشاعرنا أيضا. المسيح مخلصنا جاء وأتألم لكي بألامي
صنام فلنماجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. نسأل ونتضرع إليك أيها السيد الله الآب ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تجسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل السلام السماوي وتآلف سائر الكنائس التي في العالم والأديرة وما جامعها المقدسة والسكان فيها والقائمين بأحوالها، تحنن يا الله على خليقتك ونجها من كل سوء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية بالعشب وزده، أنت يا ملكنا اقبل طلباتنا نحن الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه ونساءهم وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. أيها الباري رازق الكل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وعن كل الحيوانات أيضا، أما سائر الطيور فأعطها قوتها لأنك تعطي البهائم رزقا وفراخ الغربان قوتا، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن يا ملك نقبل طلبات عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك وتراءف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. نطلب إليك يا رب أن تحرسنا من جميع الشرور وتتراءف على خليقتك وجميع شعبك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حينه، يا مغذي كل ذي جسد، يا عون من ليس له عون ويا رجاء من ليس له رجاء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريالايسون. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، يا من خلصت يوسف من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر،
وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فات إليه إخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه، وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن جميعا أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. نجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الرب الإله والآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل قحط وكل بلية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في جبل سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبل طلبة إلية التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة وبارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، أصعد مياه الأنهار كمقدارها وهب اعتدالا للأهويات ونيل مصر، باركه في هذا العام وكل عام وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع وقبلت إليك اعترافا للص اليمين على الصليب، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين لرضاك وتحننك لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك واعترافهم وصومهم وصلواتهم وقابينهم المرفوعة على مذبحك المقدس بخورا طيبا، وارحمهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي والمؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاه ورد عليه ما فقد أكثر مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد يا ناصر جميع المتوكلين عليك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي قدس تلاميذ الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات، يا من أشبع الألوف من الخمس خبزات وقام الأموات وبارك العرس في قانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم وكل أعمالهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحد بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها، وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم
وعطف قلوبهم على إخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وأبعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا ليسون، يا من ترك لنا عهده المقدس جسده ودمه حاضرا عندنا كل يوم، حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسه، وأوصانا قائلا اصنعوا هذا لذكري. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك، واعطي بركة لثمار الأرض، وابهق قلب الإنسان بكثرة الثمرات والبركات. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء القديسة مريم، الذي قال لتلاميذه القديسين: امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، هوذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك قائلين: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس، واغسلهم من كل غش، وبعد عنهم اليمين الحانثة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله الحصن المنية غير المزعزع، نسألك مشورة المعاندين لنا ابطلي، وحزن عبيدك إلى الفرح ردي، ولمدينة نصوني، وعن الملوك والرؤساء حاربي، وعن سلام العالم والكنائس اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء، لا تسقط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا كثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. أنصت يا إله يعقوب وأنظر يا إله عوننا، وارفع عن العالم الموت والغلا والوباء والفناء وسيف الأعداء والزلازل والأهواء وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة أبينا المكرم عظيم الأحبال بابا فرانسيس وبطيركنا المكرم الأنبا إبراهيم وشيخكما في الخدمة الرسولية الأنبا كيرولوس والأنبا دانيال، وأن تحفظ لنا حياتهم وتثبتهم على كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبانا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتك ثبتهم، أعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريالايسون.
وأيضا الضالين والمسافرين ردهم والأرامل والأيتام علهم والجياع والعطاش أجبعهم والذين عليهم دين أوف عنهم والذين في الشدائد أفرج عنهم والمرضى والمطروحين اشفهم والراقدين نيحهم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا إله بان القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة يا من أظهرت حبك للبشر اقبل إليك أيها الرحوم من والدتك شفاعة من أجلنا وخلصنا يا مخلص شعبا متواضعا لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب قديسك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا Flutin ainan se shona irun arionai nimen khintek met orun kiriya laison kiriya laison kiriya laison Nem bev nevo matno abje avashka
صوتي يمون أمين الليل يا دق سبتري كيو كي ابن الواتي كنين كي كيستوسي ونستوني ونون أمين ونشيفو لنبو يموزجيو بن شوي سيسوس بخيستوس بيتم أشفي بستمروس كي خم خيم بسطنا سابسي تنيني شالا صوت يمون ونينان كليليسون كيري فلوغي سون أمين اسمو إرو اسمو إرو استيمتون يكون يول قوين باسمو بكريستوس بنوتي أمين أسشوبي يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب لأجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة بالصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الله القديسة الطاهرة مريم وبركة هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركتهم تكون معنا أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نشكرك قائلين أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. فليباركنا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا.